السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نرى كيفية برمجة جدول الضرب لطابل دو ملتيبليكاسيون، وذلك أيضا باستعمال لبوكل فور مثل الفيديوهات السابقة، وذلك لنضبطها ونستوعبها جيدا. إذا نبدأ بكتابة الأكواد. فيشي السورس، سنحتاج إلى ثلاث متغيرات تخوا فاريب من نوع انت، أعداد صحيحة طبيعية انتجر أو أنتي، العدد أ، العدد إي، ثم غيز، وهي ترمز إلى لو ريزولتا النتيجة. بوان فيغكول، نكتب برانت اف سي زير ان نومبغ دو بوان، ثم سكان اف بورسونتاج دي فيغكول اند point virgule. نكتب print f la table de multiplication de pourcentage d et du point en retour à la ligne anti slash ان مينيسكول، ونضع دي في ا. اذا كما قلت ساستعمل لابوكل فور، وكما اقول دائما واكرر فان لابوكل فور تتكون من ثلاث احداثيات تخوا كوردوني، وفي حالتنا هاته لدينا اي تساوي في الاحداثيه الاولى واحد بوان فيغكول، دائما أضع بوان فيغكول وليس فيغكول. في الإحداثية الثانية إي أصغر أو تساوي عشرة، لأن لطابل دو ملتيبليكاسيون دائما تكون من واحد إلى عشرة. جدول الضرب بوان فيغكول، والإحداثية الثالثة وهي دائما تمثل لو با أو المقدار الذي سيتغير به المتغير إي، لو فاريابل إي. هنا في هذه الحالة إي ستتغير بالرقم واحد، يعني ستزداد بواحد. إذا إي بلوس إيتيغال أ. نفتح المعقوفتين ونكتب الانستركسيون، نضع غيز ايتيغال ا فوا اي بوان فيغيول، ونكتب برانت اف اسباس بورسونتاج دي اسباس في اسباس بورسونتاج دي ايتيغال اسباس بورسونتاج دي. اضع هنا اسباس ما بين بورسونتاج دي وفي وايغال لكي تظهر الأرقام في النتيجة متباعدة وواضحة وغير متداخلة فيما بينها. أضع هنا الرجوع إلى السطر لوغوتو غالالين أنتي سلاش إن مينيسكول، أضع الدي الأولى في أ، والدي الثانية في إي، والدي الثالثة في غيز، ثم أضع بوان فيغول. إلى هنا أظن أننا انتهينا من كتابة الأكواد. سنذهب الآن إلى المرحلة الثانية وهي لا كومبيلاسيون إي ليكزيكيسيون. سأسمي طابل دو ملتيبليكاسيون ونختار ليكستونسيون بوان سي انريجستري. اذا سيزير النومبر، سنختار رقم خمسة ثم انتري، وستظهر نتيجة هنا لا طابل دو ملتيبليكاسيون دو 5 اي 5 فوا 1 ايتيغال 5 5 فوا 2 ايتيغال 10 5 فوا 3 ايتيغال 15 5 فوا 4 ايتيغال 20 5 فوا 5 ايتيغال 25 5 فوا 6 ايتيغال 30 5 فوا 7 ايتيغال 35 5 فوا 8 ايتيغال 40 5 فوا 9 ايتيغال 45 5 فوا 10 ايتيغال 50. اي سي بيان جوست لو ريزولتان. إذا أتمنى أن يكون كل شيء مفهوم ومبسط وأن أكون قد وضحته بشكل جيد. شكرا على تتبعكم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Audio Jungle.